أهلا بكم. خلال السنوات الماضية اعتاد المشاهد السوري متابعة المسلسلات التي تطل عبر الشاشات خلال مواسمها لتكون للدراما السورية منتجا ثقافيا يحظى بشعبية كبيرة في مجتمعنا. حظيت الدراما التلفزيونية في سوريا بصعود كبير للإنتاج ضمن سوق القنوات العربية، ففي عام 2006 أنتجت شركات الإنتاج الفني في سوريا أكبر نسبة إنتاج للدراما التلفزيونية السورية حتى الآن بما يقارب 50 مسلسلا، وشهد عام 2007 إنتاج 37 مسلسلا، وفي عام 2009 عرض 30 عملا دراميا. الدراما السورية استمرت بنجاحها حتى عام 2011 لتدخل مرحلة جديدة، حيث واجهت شركات إنتاج مشكلات التسويق للمسلسلات والأعمال الفنية السورية نتيجة مقاطعة بعض الدول للمسلسلات السورية المنتجة من قبل بعض الشركات على إثر الحرب التي شنت على سوريا. الرب مع عدد الله. الدراما المشتركة كانت نافذة وحالة جديدة في دمج الأعمال بين ممثلين سوريين وآخرين من بلدان عربية. وبعد عام 2018 عادت الدراما السورية إلى ألقها لتلمع في الوسط الفني التي تنوعت بين كوميديا وبيئة شامية وتاريخية، كمسلسل هارون الرشيد، وردة شامية، شوارع الشام العتيقة، ضب الشناتي. ما رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لأصحابه. بالإضافة إلى الأعمال الاجتماعية التي جسدت الحرب في سوريا وقضايا المجتمع السوري، روزنا، دقيقة صمت، مسافة أمان، شوق، وغيرها من الأعمال الدرامية الفنة. ما ضل شيء من اللي عم نعمله عاجبك. ليش نحن شو عم نعمل؟ قل لي شغلة وحدة مهمة عم نعملها هون. أنا ما حملت بارودة لحتى بالأخير يصير وضعي هيك. ما حملت بارودة لنحرس شوية نسوان، ما بعرف بالأصل ليش حابسينه. يلي صار عنا ببلدنا خلى الأخ يكره أخوه والابن يكره أبوه. الدراما السورية ورغم كل المعوقات بقيت محافظة على رونقها وخصوصيتها، آملين أن تتجاوز كل المشاكل لتبقى في المقدمة.